تشاهدون الآن. السوق في مصر معظمه primary market. primary market means إن حد بيشتري بيت off plan ما تبنيش. مشكلة التايم شير في اسمها، أنت بتمتلك جزء من الوقت أو حق انتفاع في الوحدة ذات نفسها، لا تمتلك أصول. وجود شركات ناشئة في تكنولوجيا العقار بالسوق المصري هيوفر كمان شبكة بيانات ضخمة عن مشروعات المطورين، وهتساعد المسوقين على بيع وتسويق الوحدات من خلال المنصات الرقمية، وهتقدم للعميل فرص اختيار مكان المشروع ومعاينة التصميمات والوحدات وأعمال التشطيب، وده اللي بتقدمه شركة ناوي. تعالوا نعرف التفاصيل من الشريك المؤسس للشركة السيد عبد العظيم عثمان. شركة ناوي في حد ذاتها هي ستارت اب بقالها تقريبا 5 سنين، وفي أقل من 5 سنين حققت مبيعات أكتر من معظم المطورين الموجودين في السوق. إيه الاستراتيجية اللي انتوا بنيتوا عليها شغلكم اللي خلتكم توصلوا للنجاح ده كله؟ الفكرة في ناوي بدأت كلها من واحد من الكوفاوندرز في الشركة، مصطفى البلتاجي اللي هو CEO بتاعنا، لما كان هو بيشتري عقار واللي هو اتفاجئ بيه كان ساعتها عايش برا مصر، إن الواحد المعلومات مش متاحة أونلاين أو صعب إنك توصل للمعلومات اللي أنت محتاجها كواحد عايز يشتري بيت، ونمبر تو إن سمعة البروكرجز أو السمسرة مش أفضل حاجة لو هنقولها بطريقة لطيفة. فكان الإيثوس أو الشركة قلنا إحنا عايزين نعمل حاجتين: وان نبقى ترانسبيرنت، شفافية تامة، أنا عايز أحط كل الداتا اللي عندي أونلاين عشان الشخص جاي يشتري يقدر يشوف بنفسه، ولو شاف بنفسه هيبدأ يبني معانا ثقة إن هو يشتغل مع ناوي. نمبر 2 احنا قلنا هنعمل حاجه مختلفه تماما عن السوق، هنبني اور اون بروكرج او بروكرج كومباني، وهن انسنتيفايز كل اللي شغالين في الشركه ايكولي انهم يبيعوا اي بيت. معظم البروكرجز في مصر بتعمل حاجه ان هو ممكن من مطور عقاري معين بيقبض 2% عموله، من واحد تاني يقبض 5 أو 6، بيدي البروبرتي كونسلتنت عنده نسبه من اللي هو قبضه. فاللي بيحصل ان البروبرتي كونسلتنت بيبقى ليه انسنتيف، هيبقى بايس طبعا ناحيه الديفلوبر اللي بيديله اكتر. بالظبط، احنا في ناوي قلنا احنا هنوحد الكوميشن عشان البروبرتي كونسلتنت ما يزقش العميل في اتجاه معين، يبقى هو فعلا بيسمع العميل احتياجاته ايه وبيحاول يوجهه في الاتجاه اللي هو عايزه. انا عارف كويس ان ناوي من اكتر الشركات اللي بتعتمد على التكنولوجي، لدرجه ان انتوا النهارده ابتديتوا تعتمدوا كمان على الاي اي، ودي معلومه اعرفها كويس عنكم من جوه. شايفين المستقبل هيبقى ازاي؟ السؤال صعب جدا، طبعا صعب ان الواحد يبريدكت المستقبل رايح فين، بس شايفين حاجات او زي اوبننجز كده بتدلنا على ايه المستقبل ممكن يبقى شغال ازاي. السوق في مصر معظمه primary market. primary market means ان حد بيشتري بيت off plan ما تبنيش، صح؟ فالديفلوبر بيروح يعلن عن مشروع، بيعمل له شوية marketing على التلفزيون، billboards في الشوارع، لكن لو انت actually كعميل رحت الموقع اللي هو بيعلن عنه في الاول، ما هو صحرا لسه وما بناش حاجة. فاللي احنا فكرنا فيه ازاي نسيمبليفاي البروسس ده، قلنا احنا ممكن نبدأ نكريت البروجيكتس اللي لسه ما تبنيتش دي في VR mode او 3D mode، وخدنا الانجن بتاع لعبه اسمها جراند ثيفت اوتو، هي لعبه مشهوره جدا، بدانا نبني الكومباوندز دي ان جي تي اي مود، صح؟ وده بيتا برودكت مش افيلبل للسوق لسه، الايجنتس عندنا لسه بيتستوه مع عملاء ومع ريل استيت ديفلوبرز، بس تقدر تاكشلي ان انت بلاي جيم مود، صح؟ فانت تخش في البروجكت اللي لسه ما اتبناش وتبدا تشوف المباني كلها شكلها ايه، تتمشى، تطلع تخش جوه مبنى، تطلع الدور الخامس، تشوف الشقه اللي انت عايز تشتريها شكلها ايه. ده بياخد فول اكسبيرينس 100% اكسبيرينس، تبدا تشوف تقدر تتفرش ازاي، الفيو من البلكونه عندك شكلها ايه. دي بتسهل على الواحد ان هو يتخيل هو بيشتري ايه، بدل ما هو بيشتري صحراء وشويه بروشورز او صور على ورق، وات ذا سيم تايم بتسهل للناس اللي بتشتري من بره مصر. عايز اعرف منك كمان سر تواجدكم في المؤتمر النهارده، وإيه دعمكم للشركات الناشئة؟ كذا حاجة، إحنا الحمد لله دخلنا في منظومة عالمية اسمها Endeavor. Endeavor دي منظومة عالمية بتسبورت أحسن أو أشطر ستارتابس في العالم. هم بيعملوا إيه؟ بيبقى بروسس طويل جدا في انترفيو في مصر، في انترفيو بيسفروك برا تعمل انترفيو، بيعملوا ريسيرش عليك، بيبقى بروسس طويل، بس هو بروسس أنت بتتعلم من خلاله كتير. وانس إن أنت accepted بتبقى part of Endeavor. Endeavor ده network global. The purpose of it is إنك تسابورت شركات ناشئة تانية، صح؟ فونس يو جوين إندافر يو باي إت فورورد، فتبدأ تدور على شركات تانية ناشئة
يقول لك في شركة بتحاول تعمل كده مثلا في تايوان، عايزينكم تتكلموا معاهم وتديهم منتورشيب. في شركة تانية بتعمل حاجة شبيهة ليكوا في البرازيل لكن مواجهين المشكلة دي، انتوا يمكن حلتوها في مصر فتكلموا معاهم وخدوا أفكار منهم. السيد مصطفى النحوي المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة بيرد نست، واحد من المشاركين في مائدة انفست جيت العقارية، هيكلمنا دلوقتي عن أكبر منصة فندقية في مصر للاستفادة من الوحدات غير المستغلة. بيرد نست النهاردة بقت اسم معروف جداً في عالم الإيجارات، اللي عايز وحدة يأجرها بيثق جداً في بيرد نست. انتوا عاملين الكونسبت بتاع اير بي ان بي هنا في مصر؟ اير بي ان بي هي أكتر منصة للناس تأجر عليها، احنا أكتر كشركة فندقة زي ماريوت بس الجيل الجديد اللي مدعوم بتكنولوجيا، اللي هو بيستهدف تحويل العقارات الغير مستغلة اللي تعتبر الإيجار العادي بتاعها ما بيجيبش عائد كويس، إن إحنا نحولها لمنتج عقاري، في منتج عقاري فندقي بيدخل عائد أعلى وبالدولار. فإحنا بنتشارك مع مستثمرين عقاريين ومطورين عقاريين إن إحنا نحول الوحدات السكنية الغير مستغلة أو مش بتحقق أعلى عائد ليها، إن إحنا نحولها لحاجة بتحقق عائد عالي بالدولار ومن غير حاصل ولا وجع دماغ خالص. ايه وجه الاختلاف ما بينكم وبين اير بي ان بي بما ان هو الاكثر شهره؟ يعني اير بي ان بي المالك هو اللي لازم يحط الوحده بتاعته على المنصه نفسها ويعمل لها انتيريور ديزاين ويمانج او يدير التشيك ان والتشيك اوت ويرد على الناس والنظافه، وجع دماغ كتير. اللي مستثمر في العقار هو استثمر في العقار عشان يجي له دخل، فاحنا بنساعد الاونر ان احنا نطلع الحاجات دي كلها، علشان كده المسؤوليه اكبر. اكيد مسؤوليه اكبر والهامش بتاعنا بيبقى اكبر علشان احنا بندير الحاجه بنفسنا. باي ذا واي احنا بنعرض حاجاتنا على الويب سايت والابلكيشن بتوعنا وبرضه بنحطها على اير بي ان بي وبوكينج.com واكسبيديا، نعتبرهم زي منصات للبيع لينا. سر اختيار الاسم المميز جدا كمان بيرد نست، هو الاسم اتحس ما كانش فيه تفكير خالص، انا حسيت بيرد نست، حسيت ان هو ده الوصف المثالي للي احنا بنعمله. البيرد هو ده نوع الناس اللي بتجيلنا، ناس بتسافر، ناس حره بتحب حاجات جديده، والناس ده هو البيت الروش، البيت لذيذ، فحسيت ان هي حاجه بتعبر عننا كشباب وبنعمل حاجه جديده لجيل جديد من التكنولوجيا. خطتكم ايه للتوسع الفتره اللي جايه؟ بعد الحصول على جوله تمويليه من بلتون وسي اي في سي، خطتنا ان احنا نتوسع في كل حته في مصر، القاهره، ساحل، سخنه، جونه، وتجهيز فريق العمل والتكنولوجيا بتاعتنا للتوسع للمنطقه والدول المجاوره زي السعوديه واليونان والامارات. ايه اسهل طريقه للتواصل معاكم؟ اي مستثمر عقاري حابب يستغل وحداته اكتر يقدر يزور الموقع بتاعنا birdnestlife.com او على اب ستور او جوجل بلاي، هيلاقي الاب بتاعنا نستغل في الشغل مع كل الناس. ده المستثمر وكمان للكلاينتس. مظبوط. شركه سكون من اهم الكيانات الناشئه في تكنولوجيا صناعه العقار، بتقدم خدمات الملكيه المشتركه للعقار في مصر وبتوفره بنظام الحصة وفقاً للوائح والقوانين. التفاصيل عرفناها من المهندس محمد الخطيب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكون. اسم شركتكم فعلاً مميز، سكون، ايه سر السكون؟ هي الفكرة ورا سكون كلها اللي هي سكون بتدي الإيحاء للإحساس اللي أي واحد من اليوزرز أو الكاستمرز اللي بيقولنا الإحساس اللي هم يحسوا بيه وانس اللي هم يستعملوا المنتج بتاعنا. فكرة الراحة والسخاء التام في جوه البيت بتاعك لما تيجي تروح تأجز في المصيف بتاعك، وادر في الساحل أو في الجونة أو في عين السخنة أو في دبي. احنا ببساطة الخدمة اللي احنا بنقدمها الملكية المشتركة للعقارات أو الكو اونرشيب في ريل استيت. بناخد البيت بنقسمه إلى من جزئين إلى 8 أجزاء، وكل جزء بيديك حقية الاستخدام في العقار ده ذات نفسه، أيام تقدر إن أنت تسكادجول ترو الأبليكيشن بتاعنا. تايم شير يعني؟ مختلفة جدا عن التايم شير. عشان مشكلة مشكلة التايم شير في اسمها، انت بتمتلك جزء من الوقت او حق انتفاع في الوحدة ذات نفسها، لا تمتلك اصول. الفكرة في الكو اونرشيب انك مع الكو اونرشيب تمتلك اصول في شركة تمتلك العقار ذات نفسه، فبالتالي بتستثمر فلوسك في العقارات، ومن ناحية تانية تقدر تستخدم العقار ده على راحتك بوقات بمزاجك على توقيتاتك. اشتغلتوا فين؟ شغالين دلوقتي، اشتغلنا في الساحل، اشتغلنا في الجونة، اشتغلنا في سهل حشيش، اشتغلنا في السخنة، واشتغلنا في دبي برضه، شغالين برضه دلوقتي في دبي. بتحلوها ازاي في الساحل؟ كيو ار كودز واكسس كنترول وقصة طويلة، عشان تقسمها على 8 افراد اكيد مش موضوع سهل. هي الفكرة كلها اللي احنا لما بنيجي نشتغل مع اي ديفلوبر او اي واحد من المطورين العقاريين اللي موجودين جوه اي كومباوند، احنا بنتاكد جدا ان احنا بنمشي ورا الرولز اند ريجيليشنز اللي هو بتتناسب معاه، وذر ده بيكون في الكو اونرز اللي اكشلي بيجوا يشتروا معانا اللي هم يكونوا ان لاين مع الجايد لاينز بتاعتهم للملك، وبعد كده برضو في الدخول والخروج والتعامل جوه الكومباوند ذات نفسه كل حاجه لازم تكون على اساس الرولز والريجيليشنز اللي عند الديفلوبر ذات نفسه. بتاسسوا الموضوع قانونيا ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، بناسس شركه ذات مسؤوليه محدوده، الشركه دي بتشتري العقار
وكل شركة ليها عقار بتاعها مخصص، وانت تشتري حصص جوه الشركة دي، فبالتالي تمتلك بشكل تلقائي الحصص جوه الوحدة بناء على حصتك في الشركة. مظبوط. دلوقتي كمان هنقابل في مائدة انفست جيت السيد عمر الديوي مؤسس شركة بالمزاد.com، ودي بالمناسبة أول منصة رقمية للمزادات العقارية بتقدمها الشركة بالتعاون مع بنك مصر من خلال فكر جديد اسمه الحساب الوسيط، هدفه هو تأمين أموال الراغبين في دخول المزاد. عايزين نتعرف منك عن شركة بالمزاد. بالمزاد هي أول منصة للمزادات العقارية في مصر. باختصار احنا بندير مزادات أونلاين كاملة من أول التسجيل لدخول المزاد، وطبعا عرض الوحدات قبل كده، لغاية الترانزاكشن بروسس أو تأفيل البيعة بالمدفوعات بتاعتها. التركيز بتاعنا الأساسي في الوحدات أو إعادة البيع أو الريسيل بروبرتيز، لأنه هو أكبر قطاع محتاج تنظيم، وفي مشاكل كتير قوي بسبب أنه المعلومات مش كافية، والسولوشنز اللي موجودة للترانزاكشنز في الحتة دي كانت فيها فراغ كبير، فإحنا ملينا هذا الفراغ بالسولوشن بتاعنا. الوحدات بتكون سكنية، إدارية، تجارية، ولا حاجة معينة؟ إحنا عشان الشريك الأساسي بتاعنا بنك مصر، والخطة بتاعتنا إن إحنا زي ما عملنا تحول رقمي لإدارة الأصول من داخل بنك مصر، إن إحنا هنعمل كده في كل البنوك بتاعت مصر، فده بالتالي بيودينا إن إحنا لازم نعرف نشتغل في جميع أنواع الأصول العقارية. أي خدمة بتتقدم لازم يكون عليها طلب، ايه الطلب اللي انتوا بتوفروه؟ احنا بنخدم اكتر من ستيك هولدر او لعيب في السوق بطرق مختلفه. فمبدئيا احنا بنخدم المؤسسات ان هي تقدر تبيع الاصول بتاعتها بطريقه المزاد العلني. ازاي بتقدر تجنريت ترافيك او تقدر تحدد ان الوحده دي عليها طلب لعدد كبير من الناس اللي يقدروا يدخلوا يزايدوا على بعض؟ احنا عندنا بروسيس داخلي مهم جدا 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 لنجاحنا، وهو البروسيس اللي بنتبعه في اختيار انهي العقارات المقدمه لينا، انهي واحد اللي هينجح في مزاد. احنا بنقيسها على ثلاث معايير. اول معيار، هل الاصل ده نادر مفيش زيه اتنين ولا لا؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، هل السعر او الغرض لبيع الاصل ده مقدم لي سعر منافس في ميزه للمشتري ولا لا؟ وتالت حاجة، لو الموقع مميز من داخل مشروع عليه الطلب اوريدي. لو التلات معايير دي أو أتليست واحد منهم اتحقق، ساعتها بنبتدي نختار العقار ده. بس عندنا أول ستيب بنعملها قبل البروسس ده، وهي أهم حاجة، إن احنا بنفحص المستندات الملكية. تقييم كتو القانوني للورق. القانوني، لازم أتأكد إن العقار اللي هيطلع على المنصة الملكية بتاعته واضحة وصريحة وقابل للبيع. ما اقدرش اشتغل على حاجه فيها جراي اريا في الحته دي. هل تتخيل ان الخدمه بتاعتكم تقدروا تقدموها للمطورين بعد كده وتبيعوا برايمري؟ وايه اللي يخلي المطور يبقى محتاج الخدمه دي؟ والله الخدمه بتاعتنا هي تقدر تخدم البرايمري بشكل لطيف جدا. الفكره اللي احنا طلعنا بيها وبالفعل ابتدينا ان احنا ننفستجيت مع بعض المطورين الكبار ازاي ننفذها، هي فكرة طرح المشاريع. دايماً بيبقى فيه في المطورين المرغوبين قوي over subscription في مرحلة رغبات الشراء أو الـ EOIs. إنما الـ over subscription ده مفروض في المعادلة بتاعتنا لو عملنا مزاد يترجم بقى في المزاد في أسعار الوحدات. بالضبط كده، يطلع على الوحدة دي أعلى سعر. الطريقة المعتادة اللي المطور بيطرح بيها إن هو بيبقى على fixed price، وبيبقى فيه حد من المتقدمين هو بياخدها عشان هو ليه الجيل الأول أو حتى الشيك الأول، وممكن التسعير ده ما يكونش أنسب حاجة. بالضبط كده. الحاجة التانية اللي ممكن تفيد البرايمري قوي، إن هو تبقى الوحدة مبنية بس تبقى في موقع مميز جدا جوه المشروع، فيبقى الانتنشن بتاع المطور إن هو حجزها لغاية لما بنى عشان عايز يطلع منها أعلى فاليو. في الحالة دي نقدر نعمل برايفت مزاد للمطور، هو اللي يختار ويدخل يدي الكود الخاص لدخول هذا المزاد للفي اي بيز اللي هو مختارها، والميكانيزم يشتغل ويطلع له أفضل سعر، وطبعا تبقى يعني عملية تسويقية زي إيفنت تسويقي مهم جدا للمطور. تكنولوجيا صناعة العقار اتطورت كمان لفكرة طباعة الوحدات السكنية. تخيلوا تقنية جديدة بتقدمها شركة لين
من خلال برامج طباعة ثلاثية الأبعاد ووفقاً للأكواد البنائية المعتمدة. تعالوا نعرف تفاصيلها من المهندس زياد زين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لين. في البداية عايزين نتعرف منك أكتر عن الشغل اللي بتنفذه شركة لين. هي لين ببساطة هي construction tech startup، مركزين ان احنا نبني عن طريق تكنولوجيا جديدة اسمها 3D concrete printing او بالعربي طباعة ثلاثية الأبعاد for the first time او لأول مرة في مصر وفي المنطقة كمان. يعني النهاردة اقدر ابني البيت عن طريق ال 3D printing؟ بالضبط، يعني ممكن عن طريق التكنولوجيا بتاعت ال 3D concrete printing تقدر 3D print بيت كامل. قدرتوا تنفذوا حجم قد ايه لحد دلوقتي؟ البيزنس موديل بتاعنا كان مختلف شويه. احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نمانج ان احنا نصنع التكنولوجيا بتاعتنا من هاردوير ومن سوفتوير وفيرموير. يعني انتوا ما استوردتوش الاجهزه، ده انتوا صنعتوا الاجهزه. بالظبط مظبوط. فكان ده كان اكتر حاجه اكسايتنج في البروجكت بتاعنا، ان احنا ما جبناش التكنولوجي من الغرب خالص، لا احنا وي ميد اور اون تكنولوجي زي ما بقول لحضرتك من سوفتوير لهاردوير. بس احنا مش بنبيع البرينترز بتاعتنا، احنا بنوبريت البرينترز وبنخدم على شركات التطوير العقاري اللي في مصر. شفنا نماذج متميزه جدا كمان فنيه قدرتوا تنفذوها، فالموضوع هيبقى بس في الكونستراكشن ولا هيبقى فيه كمان بعد فني؟ اكشلي لا، مش شرط كونستراكشن خالص. يعني من ضمن الاستراتيجيات اللي احنا واخدينها ان احنا مش عايزين انتروديوس التكنولوجيا في مصر عن طريق البيوت فقط عشان ما يحصلش كايند اوف تكنولوجيكال ريجكشن او حاجه. فقررنا ان احنا انتروديوس التكنولوجي في مصر عن طريق حاجات بيسك سيمبل عشان المطالعه شكل دعايه يعني. لا مش شرط، ممكن حاجات لاندسكيبنج وحاجات فنسنج عشان المطور العقاري يقدر يستفيد ويتعلم الفاليو بروبوزيشن التكنولوجيا بتقدر تقدمها عشان يقدر يكابيتالايز على الانتاجيه وعلى الحجم الحاجات اللي كود بي 3 دي برينتد. التكنولوجي اللي انتوا بتقدموها بتوفر ايه للمطور؟ هتوفر عليه فلوس؟ هتوفر عليه وقت؟ ايه بالظبط الفاليوز اللي احنا نقدر نديها للكلاينتل بتاعنا؟ هم يعني 4 سمبل ثينجز: سرعه، حريه تصميم، جودة و sustainability. So المطور لو ابتدى يستعمل وعمل shifting للتكنولوجي بتاعت 3D concrete printing بيقدر يستفيد بال value proposition دي عن لو كان استعمل ال traditional way أيا كانت ايه هي. يعني انا عارف ان انتوا لسه بتبتدوا، لكن هل قدرتوا توصلوا لمطورين تنفذوا معهم افكاركم؟ الحمد لله احنا بقالنا اقل من سنة دلوقتي، كنا بنجهز طبعا عشان اللونش وصناعة الماشين نفسها كان فيها تحديات كبيرة. احنا ان شاء الله حن لونش في الكورتر الاخراني من السنة دي في 2024، والحمد لله يعني before the launch احنا جالنا pre-orders، يعني احنا fully booked 3 شهور، ودي كانت حاجة بصراحة ما كانتش متوقعة ده خالص. هايل، بسم الله ما شاء الله، الحمد لله. يعني كانت حاجة مش متوقعة، بس فطبعا بسبب الموضوع ده ابتدينا نغير في الاستراتيجية، محتاجين نزود اصلا عدد الماشينز لان كان عندها في الاول ماشين واحدة، دلوقتي ابتدينا بقى نصنع كذا، او في البروسس نحن نصنع كذا ماشين يعني عشان الدنيا تبقى نعرف تقدر توفي الطلب. بالظبط. تشاهدون بعد قليل. احنا منوفر تقريبا 25% من الاوبريشنال كوست للي عم بتصير بالسايت. العاصمة الإدارية هيكون فيها اول انكيوبيتر للستارت ابس.